بكم مشاهدينا من جديد. اختتمت مسابقة ستارت سمارت لريادة الأعمال دورتها الثامنة بالإعلان عن الفائزين الأوائل في مساراتها الثلاثة، وذلك خلال منتدى ستارت سمارت 2024 المنعقد في مدينة جدة. المنتدى جاء بدعم من مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، وكمان من تنظيم شركة باب رزق جميل، وبالاستفادة من عضوية شبكة معمل عبد اللطيف جميل للتعليم العالمي في معهد ماساتشوستس للتقنية. تفاصيل أكثر مع زميلنا ماجد أصقيري في هذا التقرير. الله يسعد اوقاتكم كل خير، اهلا وسهلا فيكم في جدة واللي تقام فيها واحدة من اهم الفعاليات في ريادة الاعمال في السعودية، منتدى ستارت سمارت 2024 واللي يستهدف رواد الاعمال والمستثمرين وخبراء في الابتكار وريادة الاعمال في السعودية. خليكم معانا في هالجو الحلو وفي هالزحمة اللي نشوفها عشان نتعرف أكثر على منتدى ستارت سمارت 2024 في جدة. تفضلوا. شكر وتقدير للدولة المملكة العربية السعودية لتمكين القطاع الثالث المؤسسات الغير الربحية اليوم لدعمها أنها تقدر تمكن في دعم المجتمع من خلال مبادرات مختلفة. فاليوم ستارت سمارت ولله الحمد هي إحدى مبادرات مجتمع جميل السعودية تحت أهداف دعم منظومة ريادة الأعمال بتنفيذ أو دعم من باب رزق جميل. الحمد لله هذه النسخة الثامنة الآن زي ما أنت شايفها، ولله الحمد انطلقت من 2016 وهي جزء من معمل عبد اللطيف جميل للتعليم العالي في جامعة MIT. والحمد لله اليوم احنا وصلنا للنسخة الثامنة عند أكثر من 45 فريق أتأهلوا بعد ما فتحنا التسجيل تقريبا من شهر 5. قدموا أكثر من 1000 مشترك وعدوا على مراحل تصفية من خلال لجنة تحكيم وخبراء حسب المعايير، تم اختيار 45. اليوم الصباح كان في لجنة تحكيم الأخيرة لاختيار 9 فائزين، 3 من كل مسار. كثير من رواد الأعمال اللي هم خريجين منتدى ستارت سمارت وقبل كده بنسخة القديمة اللي هو الـ MIT Enterprise Forum، الآن هم عضو فعال في المجتمع، سواء بأبليكيشن كبيرة جدا زي أبليكيشن لبي مثلا، أو خلينا نقول الشركة التي تقوم بعمليات التسويق والكونسلتيشن حقتنا اللي هي سعودي ساينتيفيك أو السعودي العلمي، هي عبارة عن شركة من خريجي المنتدى ده. الحلو في منتدى ستارت سمارت 2024 تعدي مشروع على الشمال، مشروع على اليمين، شباب، إبداع، ابتكار، عمل ريادي في قمة الروعة. فعلياً تحتار وأنت تختار اليوم مين اللي ممكن يفوز، بس هم كلهم أجمعوا على كلمة واحدة، طالما وصلنا هنا إحنا كلنا فايزين. ستارت سمارت اليوم اللي قدمه سواء فزنا ولا لا كان جدا فعلا ثماره عاليه من المنتورز اللي موجودين، اختيارهم لجنة التحكيم، اختيارهم للناس اللي تدرب كذلك اليوم استفدنا جدا. وانا يعني اهني كل الانتربرنورز ورواد الاعمال اليوم موجودين معنا وللستارت اب، كلهم شركات ناشئة قوية جدا ولها مستقبل كذلك. فوزنا ما هو بالمركز، فوزنا بالعلاقات اللي كوناها في هذا المنتدى خلال الأيام اللي فاتت، وأيضا فوزنا بكل الناس اللي تعرفنا عليهم. فرصة رائعة للشركات إن هي تبين الشغل بتاعها، وبتبقى يعني بسمة أمل كده إن احنا نكمل في الشغل اللي احنا بنعمله والمجهود اللي بنبذله في المجتمع السعودي والمجتمع الشرق الأوسط بشكل عام. شكرا لمجتمع جميل السعودية، صنع الأثر وترك البصمة وخلى الجميع اليوم مبسوط داخل هذه القاعة. كل فائز طلع اليوم ما فاز بس في المبلغ اللي تشوفوه قدامكم، فاز بالعلاقات، بالخبرة، بالتمكين، بالدعم، وهذا الأثر الطيب اليوم اللي تركوا مجتمع جميل في مثل هذا المنتدى. أنا أقول لهم مبروك ومن نجاح لنجاح، وإن شاء الله نشوفهم كلهم أصحاب شركات مميزة في السعودية. مع السلامة.